صباح الخير، فقرة جديدة من أوروسكوب. خلينا نشوف سوا الحظ كيف رح يكون من الناحية العاطفية والمهنية لتوقعات 17 الشهر. منبدأ مع برج الحمل. اللي بيرغب فيه الشريك أيها الحمل ما رح يكون مستحيل، وهالشي من أبسط شروط العلاقة يلي بتجمع بيناتكم واللي ما عرفت بيوم إلا التفاهم والانسجام. من الناحية المهنية جاهد وثابر بسبيل تحقيق خططك وأهدافك، وما تترك الضغوط والعرائيل توقف بوجه عملك وتجنب كل عمل مهم ومعقد. برج الثور. ممكن تلاقي الحب إذا كنت وحيد وبتنعم بأوقات ممتعة مع الحبيب إذا كنت مرتبط، لكن تفادى أصحاب النيات المخبية. من الناحية المهنية بتمارس جاذبية كبيرة وبتفرح بوجود الزملاء بقربك وبتحفل مفكرتك بالمواعيد المناسبة والأخابة. برج الجوزاء. ما رح تتعثر ظروفك الحالية وما رح تتأثر خططك المستقبلية مع الشريك وما رح تتراجع المعنويات. مهنياً اليوم بيعدك بإيجابيات وبيواكبك مناخ ممتاز وبتلتحق بمجموعة من الناجحين والمناضلين والرواد. برج السرطان. بتتسم بالعناد اليوم وباتخاذك مواقف معادية تجاه الشريك، الأمر يلي ممكن يعمق الشرخ ويوسع الهوة بيناتكم. من الناحية المهنية بتكون أكثر إقبال على المجتمع وأكثر تناغم مع الآخرين، وبتعرف محطة حاسمة بمستقبلك المهني. برج الأسد. خذ احتياطاتك أيها الأسد من تفجر وضع عائلي، وما تحاول إثارة غيرة الشريك أو اللعب بأعصابه لأنه ممكن ما يتحملك. مهنياً بينصحك الفلك بعدم الانفعال وتمالك النفس إذا أردت النجاح بعملك وهنالك بعض الضغوط. برج العذراء. اغتنم الفرصة المتاحة لك وما تتردد بدخول علاقة عاطفية جديدة، فالوقت عم بمر بسرعة. من الناحية المهنية بتفتح لك الفرص المهنية أبوابها لتظهر لك الأفاق الواسعة يلي بتمتد أمامك واللي بتوعدك بمستقبل مليء بالإنجازات والنجاحات. منتابع مع برج الميزان. تتعدى طلبات الشريك وما رح يرضي المحيطين فيك، فحاول أنه توفق بين الطرفين فهالشي أفضل للجميع. مهنياً بيتحدث اليوم عن مشروع ضخم وأرباح كتير كبيرة. برج العقرب. ممكن تواجه مع الشريك بعض المصاعب المفاجئة، لكن هالشي بيكون مرحلة وما رح يدوم لمدة طويلة. من الناحية المهنية الانضباط يلي أظهرته بالعمل بينعكس عليك إيجاباً، وهالشي بيساعدك بالتعامل مع الزملاء بثقة كتير كبيرة. برج القوس. حاول أنه ما تفضح أمرك وتحافظ على علاقتك، وما تطلب من الشريك المحافظة على سرك إذا ما حافظت أنت على سره. من الناحية المهنية بتشهد أوضاعك المهنية تراجع وتأخير بسير الأعمال، وممكن تواجه تأخير بالمعاملات والمراجعات والمفاوضات. برج الجدي. ما تتردد بطرح وجهة نظرك على الشريك، وخصوصا إذا كنت حاسس أنه الأمور متجهة نحو الأسوأ بالمدة الأخيرة. من الناحية المهنية أنت ببحث عن الطرق يلي بتأمن لك الحركة الدائمة وعدم الاستسلام. برج الدلو. بتسافر برحلة وبتتلقى وعود كتيرة، وبيسيطر الحب والأجواء الإيجابية بينك وبين الحبيب يلي بيعبر لك عن مشاعره بصدق كبير. من الناحية المهنية ممكن تواجه مشكلة طارئة لليوم تتعلق بارتباط مهني سابق ما قدرت أنك توفي فيه، فانتبه للنزاعات. آخر برج معنا لليوم برج الحوت. بتضحي بحبك للانخراط بالأجواء الاجتماعية والمشاركة بلقاءات الأصدقاء، وبتفضل التركيز على مهامك المهنية والعملية. مهنياً بيتحدث اليوم عن مجال ثقافي أو إعلامي بتبرع فيه، فما تتخاذل أمام الصعوبات. مولود اليوم من برج الجوزاء. بتهتم بالمظهر الاجتماعي، واقعي وحساس، دافئ ومحبوب. بتفضل زيادة عدد أصدقائك وبتعطي من قلبك، مبدع خيالي وواسع الأفق. هيدا كان كل شيء لليوم، وهلأ منتابع مع MTV Alive.